السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو راح يكون عبارة عن 6 ألعاب تشبه ألعاب ماي بلاي هوم وماي تاون، ومرة حلو هذه الألعاب وأنا مجربتها ويعني محملتها. وخلونا نبدأ بأول لعبة. أول لعبة وهي لعبة ليلى والذئب، وأنا محملتها وقبل سويت لكم عنها فيديو إذا شفتوه يعني. وهي اللعبة مرة حلوة، أنصحكم تحملونها، وهي زي يعني زي ألعاب ماي تاون وسووا فيها حلقات كذا مرة حلوة. وخلينا نشوف اللعبة الثانية. وثاني لعبة هي هذه دكتور باندا تاون، طبعا محملتها ومهكرتها يعني فاتحة كل الأماكن. شوفوا هذه الأماكن كلها فتحتها أنا، وكمان محملة هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء زي ما انتم شايفين، وطبعا كلها فاتحة فيها كل الأماكن. وهي مرة حلوة، أنصحكم تحملونها، خاصة هذه حقت هذا الجزء مرة حلو، وفكوا كل الأماكن من برنامج لوكي باتشر، وأنصحكم فيها. والحين ثالث لعبة. وثالث لعبة هي هذه اسمها القراصنة الحياة، وطبعا هي عبارة عن يعني كمان زي ما تاون كذا إنها القراصنة وكذا، فيها أكثر من مكان، فيها جزيرة، فيها يعني سفينة، فيها زي كذا زي ما انتم شايفين. تقدرون تغيرون الطقس حقها، انصحكم تجربونها. ودحين مع رابع لعبة. وفي كمان هذه اللعبة اللي هي فوزي هاوس ليت، طبعا هذه انا ماني محملتها لانه هذه فيها بس دور واحد. هذه راح اوريكم، هذه هي صح بفلوس بس بدكم تحملونها برنامج مثلا من برنامج سينا او اي سي ماركت، تحملونها من زي ما انتم شايفين انا محملتها منه، وكل اماكن مفتوحة. يعني لا تحملون هذه احسن لكم، ما تحملون هذه يعني هذا بس فيها دور واحد، حملوا هذه احسن. طبعا هي اللعبة مرة حلوة، انصحكم تجربونها. وكمان هذه اللعبة اللي هي كين كاستل، كمان فيها بعض الاماكن مقفلة بس زي ما قلت لكم تقدرون تفتحونها من برنامج لوكي باتشر. طيب، وطبعا هم مغيرين شكلها، راح تكون شكلها على الشاشة موجود، هذا شكلها القديم طبعا، وهذا شكلها الجديد، يعني غيروا شكلها. واخر لعبة اللي هي هذه اللعبة، هذه اللعبة طبعا مرة حلوة، شوفوا شايفين كيف مرة حلوة، فيها اماكن كثيرة، هي زي المدينة، شايفين كيف مرة حلوة، انصحكم تحملونها. وكمان فيها جزء ثاني هو هذا الجزء، بس طبعا انا ما محمل هذا الجزء، بس محمل الجزء اللي اول وريتكم اياه. وحملوها، طبعا حملوا جزئين، انا ممكن احمل هذا كمان هذا الجزء وبس. وبس كذا صار نهاية الفيديو. اتمنى عجبكم الفيديو، عجبتكم الالعاب اللي فيه، واكتبوا في الكومنت انتوا اي لعبة تحملون. وبس، باي، احبكم.